طيب الأستاذة فاطمة، ايوه أهلا بيك يا أستاذة فاطمة، اهلا وسهلا بك، كل سنه وانتم طيبين. وحضرتك سعيدة ومتهنية يا رب. انا عندي سؤال لو سمحت. أموري يا ست فاطمة. يجوز زكاة المال للحامة وهو كبير ومش داخل له معاش، جوز بنته هيديله الزكاة، هو كبير وبيستعير بيطلب منه علشان ما يحرجش بنته. بالراحة عليا، بالراحة عليا. يجوز اتفضل. زكاة المال للحما، يعني جوزك عايز يدي أبوكي فلوس؟ ايوه، وهو ابويا فقير طيب حاضر الحما، حاضر. حلو السؤال ده. ست فاطمة بتقول لي معاكي تاني حاجة يا ست منى؟ الست فاطمة بتقول لي هو يجوز زكاة المال للحما؟ اه يجوز للحما. ليه؟ لو المال، خدي بالك يا ست فاطمة، لو المال مال جوزك، انما لو مالك انت فلوسك انت ما ينفعش تدي ابوكي منها. تاني، جوزك يدي ابوكي من فلوسه لانه حماه، انما لو الفلوس فلوسك ما تديش بابا من الزكاة، ياخد من اصل المال، لان زكاة المال لا تجوز للاصول ولا للفروع. يعني ما ينفعش ادي زكاة المال لابويا، جدي، جد جد جدي، جد 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 لو هم عايشين ما ينفعش، ولا اديها لي ابني او ابن ابني او ابن بنتي او ابن 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 ابني اللي هو جاي مني. طب وذنبه ايه ده؟ يموت من الجوع؟ لا ما يموتش من الجوع، ده ما ياخدش من الزكاه، ياخد من اصل المال، والنصاب يقل وماله ما نخرجش زكاه، ياخد من اصل المال لانه حته مني، لانه ايه؟ حته مني. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال عن الزكاه قال هي اوساخ الناس. يعني ايه اوساخ الناس؟ يعني بتلم المعاصي والاثام اللي انت عملتها في مالك فتخرجها، فما تديش لابوك من الفلوس دي، تدي لابوك من الاساس، من الجميل. هي الفكره، مش معنى كده ان الزكاه وحشه يعني، او احنا بنحتقر الفقير، لا، هي القضيه ايه؟ ان ربنا بينظف مالنا بزكاه المال، فانت مش هتدي لوالدك او والدتك التنظيف ده، انت هتدي له الفتيه نفسه، هتدخله في اوضه النوم نفسها اللي هي ايه؟ الفلوس نفسها، ياخد من اصل المال. طب ما كده النصاب هيقل ومش هخرج زكاة، وماله يقل.